السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثالث متوسط 2024، واهلا وسهلا بكم بالمحاضره الاولى والحلقه الاولى من الاساسيات. طبعا اول شيء الحمد لله والشكر على نعمه الدرجات اللي حصلوها طلابي وطالباتي لسنه 2022-2023 هذه السنه، وحققوا الاوائل على محافظاتهم والاوائل على العراق ومعدلات 190، وهذه ما أجا من فراغ وإنما أجا من متابعة تضبيط الأساسيات، تضبيط للمحاضرات، وكذلك المتابعة اليومية. أهم شيء تقرأ كل محاضرة محاضرتها. فهذه الدفعة الجديدة 2024 هسه محضر لكم، أولا راح نبلش اليوم بالأساسيات على بركة الله، وبعد ما نخلص الأساسيات إن شاء الله ملزمة الأساسيات طبعا راح أخليكم على قناة تليجرام تفاصيلها وشغلاتها وكذا، فدخلوا القناة التليجرام راح أخلي لكم صورتها قدامكم الصورة مالتها، بس تكتب الأستاذ مرتضى الخفاج بقناة التليجرام راح تطلع لك القناة مالتي. راح كذلك أخلي لكم إياها الرابط مال القناة بالتعليقات وبصندوق الوصف حتى تنضمون لهذه القناة. قناة التليجرام أنزل لك بيها تفاصيل الملازم، أنزل لك بيها أسئلة واختبارات يومية، أنزل لك بيها اختبارات شهرية، أنزل لك بيها اختبارات شاملة، اختبارات تفاعلية، كل شيء أنزل لك بقناة تليجرام. فضروري ضروري ضروري أنه تتواجد بقناة تليجرام. زين، هذه شغلة. شغلة الثانية أو شغلة الأخرى اللي هي الأساسيات، راح نبلش إحنا بالأساسيات هسه المحاضرة الأولى. بعد ما نخلصك الأساسيات إن شاء الله، أول ما ينزل المنهج إن شاء الله أنا راح أكون الأول بتنزيل المنهج، وحتى الشغلات اللي كانت موجودة سابقا راح أعيد أحدث المحاضرات مالتي. أكيد المدرس سنة عن سنة ياخذ طرق، يتعلم طرق، الطريقة يعني الشغلة اللي يشرحها يشرحها بعد سنة بغير طريقة مختلفة. فراح أنزل لك المنهج كاملا مع من قواعد، مفردات، قطع كتاب، قصص، إنشاءات، كل شيء يعني أوفر لك إياه. بس ضروري تتواجد بقناة تليجرام حتى تعرف كل شيء عن المنهج، كل شيء عن المادة، كل شيء التفاصيل اللي نزل لك إياها إن شاء الله تنزل أول بأول بقناة التليجرام. فضروري تتواجد بقناة تليجرام. زين، هذا فيما يخص المنهج. راح يجيك منهج متكامل، شرح متكامل، مدعم بالأسئلة الوزارية، كل شيء راح يجيك بطريقة سلسة مرتبة بأحدث الطرق حتى تضمن 100. فهدفنا إحنا 100. بما أنه هدفنا 100 فلازم نبلش من الأساس، نبلش بأساسيات اللغة الإنجليزية. فبسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله، أكيد كل الأمور تبدي ببركة الله وإن شاء الله يكون بها خير وصلاح وفائدة ومنفعة، وإن شاء الله هذا العمل يكون صدقة جارية، ودعواتكم إلي ولعائلتي ولأمواتنا جميعا وأموات يعني المؤمنين والمؤمنات والمسلمين جميعا. فلا تنسونا بالدعاء، أكيد الدعاء تعرفون شنو أهمية ويعني فائدة الدعاء. فعلى بركة الله نبلش بالمنهج وبأساسيات اللغة الإنجليزية. احنا هدفنا 100 فنبلش من الصفر. أنا عندي طلاب هسه اللي يباعون، أكو طلاب متوسطة، أكو طلاب ضعيفة، أكو طلاب مستوياتها قوية. فهذا الأساس يشمل كل الطلاب. تتابع هذه القناة الأساسيات حتى تضبط بها المنهج مالتك. زين، نبلش بهذه الأساسيات. هذا المحاضرة راح أختصرها، راح تصير قليلة لأن صارت بيها مقدمة وكذا، فما أريد أطولها عليكم. شيء بسيط راح نبلش به اللي هو The English Alphabet، يعني الحروف باللغة الإنجليزية. The English Letters، The English Alphabet، الحروف باللغة الإنجليزية. هذه الحروف بيها تقسيمين، تقسم على أساس أولاً Capital Letters Small Letters. هذا التقسيم الأول يعني الحروف Capital Letters، الحروف اللي هي الكبيرة، والسمول ليترز الحروف الصغيرة. وأنا ما أتفاجأ من طالب مرات يخربط بالحروف لأن طلاب سادس خارجي ممكن تاركين فكذا ممكن يخطأ بالأشكال.
فالحروف capital letters small letters، الحروف الكبيرة والصغيرة. الحروف الكبيرة capital letters عندك ال A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Z أو Z لفظين، مو Z بالتي زين، لو Z لو Z لفظ هذا الصحيح. أما خطأ الشائع يصحوا له Z زين. ال H أو ال H هذا اللفظ مالتها زين. فهذه أشكال الحروف الكبيرة، أريدك تضبطهن باوع الهن زين. أشكال الحروف الكبيرة، هذه أشكال الحروف الصغيرة small letters A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. هذا التقسيم الأول. ذن الحروف عددهن 26 حرف زين. ذني أقدر أقسمهن على أساس ثاني، أول شيء كابيتال وسمول، حروف الكبيرة والحروف الصغيرة. أقدر أقسمهن تقسيم ثاني؟ أقدر. شلون أقسمهن؟ أقسمهن على أساس ثاني، ألا وهو ذني أكو منهن يصيحولهن vowels اللي هن حروف العلة، وأكو بيهن يصيحولهن consonant اللي هن شنو؟ الحروف الصحيحة. ال vowels هي حروف العلة، consonant اللي هي الحروف الصحيحة زين. من إن الحروف العلة ومن إن حروف الصحيحة؟ الحروف مال العلة تتذكر الشكل هذا اللي هو وجه، الوجه على شكل O. بعدش عندك؟ عندك ال A، عندك ال I، عندك ال U، عندك الإذان E، وراح يصير عندك خمس حروف، حروف العلة ال A وال E وال I وال U وال O. ذن الخمسة حروف العلة زين. الحروف الصحيحة شنو هن؟ 21 حرف البقية. يعني ذن 26 ال A منهن وال E وال I وال U وال O فقط هن العلة، الباقيات هن الصحيحات، كل الحروف ما عدا حروف العلة. الحروف الصحيحة هي كل الحروف ما عدا حروف العلة زين. هسا عرفنا الحروف، أقسمها إلى حروف كبيرة capital letters وحروف صغيرة small letters. هاي ممتاز ممتاز زين. الحروف أقدر أقسمها ذن 26 حرف، أقدر أقسمهن على أساس ثاني ألا وهو ال vowels وال consonants، الحروف العلة والحروف الصحيحة. حروف العلة هن خمسة، نتذكر هذا الوجه حتى يساعدنا بتذكر حروف العلة. ال A وال I وال U وال وال O، ال A وال E وال I وال U وال O، خمس حروف العلة، خمس حروف زين. الصحيحة البقية يعني الواحد وعشرين حرف الباقية هن حروف الصحيحة زين. عرفنا الحروف الكبيرة والصغيرة وحروف العلة والصحيحة زين. بعدها نجي إلى شغلة مهمة، ألا وهي يمتى أكتب الحروف الكبيرة. هسا عرفنا احنا الحروف الصغيرة وحروف العلة الكبيرة والصغيرة، وعرفنا العلة والصحيحة. نجي إلى يمتى أكتب الحروف الكبيرة. احنا الكلمات كلها حروف صغيرة ما عدا بعض المواضع أبدل كلمة أو الجملة بحرف كبير. بيها عدة استخدامات الحروف الكبيرة، نجي إلى استخدامات الحروف الكبيرة. طبعا هذه استخدامات الحروف الكبيرة راح تفيدك أيضا راح تفيدك بالتنقيط زين. عندك خمس درجات على التنقيط، راح أسألك محاضرة خاصة بالتنقيط زين، وبعد ما تكمل الأساسيات هي وزارياتها كاملة، الوزاريات لحد سنة 2023 هذا الدور الأول. فراح تجيك محاضرة مرتبة للتنقيط محدثة مع وزارياتها كاملة حتى تضمن بها الخمس درجات. فهذا بالنسبة للحروف الكبيرة والصغيرة وحروف الصحيحة والعلة. نجي إلى الحروف الكبيرة، يمتى أستخدم الحروف الكبيرة. أستخدم الحروف الكبيرة
بيها عدة استخدامات. يمتى أستخدمها؟ أستخدمها بالمواضع الآتية. أول شيء، أول استخدام للحروف الكبيرة، استخدامات الحروف الكبيرة، استخدامات الحروف الكبيرة. أول استخدام نستخدم الحروف الكبيرة مع أو في بداية كل جملة. بداية كل جملة تبديها باللغة الإنجليزية لازم نبديها بحرف كبير. مثلا they went to school. فإذا تلاحظ they ال the أو التي بدت بمن؟ بدت بحرف كبير، كون إنه بداية كل جملة لازم كل جملة تبديها بحرف كبير. هاي واحدة. اثنين، نستخدم الحروف الكبيرة مع أسماء العلم. أسماء العلم مثلا زيد، علي، طارق، جون، آدم، أي اسم علم، مثلا آدم، علي، حسن مثلا، زين إلى آخره. هذني أسماء العلم بأي مكان تجيك بالجملة تكتبها بحرف كبير. مثلا I saw، هاي لأن I ولأن بداية الجملة حرف كبير، I saw رأيت. مثلا أقول حسن، رأيت حسن، I saw حسن. Yesterday مثلا، yesterday، زين. فكتبنا كتبنا حسن بحرف كبير لأنه اسم علم، فاسم العلم وين ما يجيك بالجملة تكتبه بحرف كبير، زين. ثلاثة، الاستخدام الثالث، هسه الاستخدام الأول في بداية كل جملة نكتب بحرف كبير. اثنين، الاستخدام الثاني أسماء العلم بأي مكان بالجملة لازم تبديها بحرف كبير. بداية الجملة بالله منتهين بها أي جملة لازم تبدو بحرف كبير. الاستخدام الثالث، الضمير I اللي هو أنا، الضمير I يكتب بحرف كبير، تعامل معاملة اسم العلم بأي مكان بالجملة لازم تكتبه بحرف كبير. الضمير I يكتب بحرف كبير في كل مكان من الجملة، بأي مكان بالجملة I تكتبه بحرف كبير. مثلا my friend my، لأن بدأت حرف كبير، بدأت بداية الجملة بكتبناها بحرف كبير. my friend and I، يعني أنا وصديقي، فشوفوا الآي كتبناها بحرف كبير رغم أنه هي ما جت ببداية الجملة. my friend and I went to the zoo last week. زين، فكتبنا ال I بحرف كبير رغم انه ما جاية بداية الجملة، بس الضمير I وين ما يجيك بالجملة لازم تكتبه بحرف كبير. فهسه صار عندك ثلاثة، اول شيء بداية كل جملة لازم تكتب حرف كبير، اثنين حروف كبيرة وي اسماء العلم، اسم العلم وين ما يجيك بكل مكان بالجملة لازم تكتبه بحرف كبير، ثلاثة الضمير I اللي هو أنا بأي مكان بالجملة لازم تكتبه بحرف كبير، زين، وين ما تجيك بداية الجملة بنهاية الجملة لازم تكتبه بحرف كبير. بس صارت عندك ثلاث استخدامات من استخدامات الحروف الكبيرة. زين، نجي للاستخدام الرابع اللي هو نستخدم الحروف الكبيرة ويا من؟ مع الكبيرة، مع شنو؟ مع أسماء الأنهار والبحار والمحيطات. يعني بين قوسين ويل ماي، شكو شي ماي مثلا،
نهار، بحيرة، بحار، بحر مثلا البحر الأحمر، بحر الميت، محيطات، المحيط الهادي، المحيط الهندي، أي محيط، لأن كلهن لازم نكتبهن بحرف كبير. مثلا الأنهار مثلا تايغرس، نهر دجلة، نايل مثلا نهر النيل، كله بحرف كبير. زين لاحظ بعد بحار مثلا ذا ريد، شوف ذا وريد وسي كلهن بحرف كبير اللي هي البحر الأحمر، ذا ريد سي، كتبناها ذا والرا والأس، التي والآر والأس، ذا ريد سي، البحر الأحمر، ها كلها حرف كبير. زين لأن اسم بحر. المحيطات مثلا Indian Ocean، Indian محيط الهندي، Indian Ocean. زين اي اي Indian Ocean، فIndian Ocean كتبناها بحرف كبير. ليش؟ لأنه اسم من أسماء المحيطات. هسه صار ايش قد عندك؟ صار عندك أربعة أسماء. أول شيء بداية كل جملة أسماء العلم، الضمير آي، المي اللي هو أنهار، بحر، محيطات. زين هسه صار عندي ايش قد؟ صار عندي أربع استخدامات من استخدامات الحروف الكبيرة. بعد ايش عندي؟ عندي أربع استخدامات إضافية لهذه الاسم، لهذه الاستخدامات، ونجيها وحدة وحدة. أيضا استخدام الخامس، نستخدم الحروف الكبيرة مع أسماء اللغات والجنسيات. وين اللغات والجنسيات؟ دائما نستخدم حرف كبير. مثلا لغة مثلا Arabic اللي هي اللغة العربية، دائما نكتبها بحرف كبير. اللغة الإنجليزية مثلا English. زين الجنسيات مثلا فرنسي، فرانس مو فرنسي، الفرنش فرنسي. زين فرانس فرنسا، فرنش الجنسية مالتها فرنش فرنسي، مثلا ايجيبشن مصري وهكذا. زين فهذه أسماء اللغات والجنسيات لازم نكتبها بحرف كبير. بعد أسماء نستخدم الحروف الكبيرة مع أسماء المدن، مدينة أكبر منها دولة أو والدول والقارات. يعني مدينة مكان، يعني من الأماكن باختصار، مدينة أكبر منها دولة أكبر منها قارة، فكلنا نستخدم يعني حروف كبيرة. مثلا مدينة حلة، مثلا احنا بالحلة. زين وهذا الاتش تقدر تكتبه تقدر ما تكتبه، شلون هي مثل بصرة مثلا سارة، اكو اسماء يعني تقدر تكتب بيهن اتش نهاية او ما تكتب نهاية اتش. حلة مدينة، دولة مثلا يا دولة إيراك، ذن كلن حرف كبير الدول والمدن. بعد قارة مثلا احنا بيها قارة، قارة آسيا اللي هي ايجيا. زين فهذه مدينة دولة وأكبر منها قارة مع أسماء. أول شيء هسه قلنا خامس شيء مع أسماء اللغات والجنسيات. بعد ويا الأماكن، المدن أكبر منها دول أكبر منها قارات، نستخدم حروف كبيرة. سابع استخدام، نستخدم الحروف الكبيرة مع نستخدم الحروف الكبيرة مع أيام الأسبوع وأشهر السنة والعطل المهمة. يعني إذا عندك أيام أسبوع، عندك أشهر السنة، عندك عطل مهمة، تستخدم حروف كبيرة. يعني وقت، يعني ويا الأوقات. زين أيام الأسبوع مثلا Sunday اكتبها بحرف كبير،
زين Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday إلى آخره. بعد مثلا أشهر السنة مثلا نوفمبر زين حرف كبير. عطل مهمة مثلا عيد الفطر أي شيء، عيد الأضحى، عيد كتبناها بحرف كبير عيد الفطر، عيد الفطر زين. فذن لازم نكتبهن بحرف كبير ليش؟ لأن هن يعتبرن شنو من ال يعني من الأيام الأسبوع أشهر السنة أو العطل المهمة. هذه الحروف الكبيرة استخدمها أيام الأسبوع أشهر السنة عطل المهمة، قلنا Sunday November عيد الفطر زين. هذا الاستخدام السابع. الاستخدام الثامن والأخير اللي هو نستخدم الحروف الكبيرة الكبيرة مع الألقاب. ألقاب يعني مثلا دكتور مثلا دكتور دي آر ونقطة، مستر سيد أم آر ونقطة، ميسز اللي هي المتزوجة أم آر أس ونقطة. فهذه يعني الاستخدام الثامن من استخدام الحروف الكبيرة. بس صار عندك 8 استخدامات للحروف الكبيرة، حاول تضبطهن، سوي لهم مخطط حتى تضبط هذه الحروف الكبيرة. فملخص المحاضرة حكينا عن الحروف، قسمناها إلى حروف كبيرة وحروف صغيرة، وبعدين عرفنا أشكال الحروف الكبيرة وأشكال الحروف الصغيرة. بعدين رحنا قسمناها إلى تقسيم ثاني اللي هو الحروف العلة والصحيحة، عرفنا حروف العلة وحروف الصحيحة، ومشينا بعدها خطوة، رجعنا خطوة اللي هي الحروف الكبيرة والصغيرة، أخذنا قواعد استخدام الحروف الكبيرة، متى أستخدم الحروف الكبيرة بالجمل، وهذا كل ما في المحاضرة الأولى. المحاضرة اللي جاية راح تجينا نتوسع من الحروف إلى شيء أكبر اللي هو الكلمات أو أقسام الكلام، نأخذ كل جزء من أجزاء الكلام الثمانية، بعدها نتوسع بمحاضراتنا وإلى أن نوصل إلى الجمل، وممكن بعدها أعطيكم على الأزمنة ملاحظات وأساسيات تقويك وضبطك اللغة الإنجليزية. فنلتقي إن شاء الله محاضرة أخرى مع ألف سلامة.